السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كان عندنا واحد الموعد مع التاريخ تحتم الرقم القياسي 3000 موانع من طرف لامي شاكيرما، المنافس رقم واحد سفيان بقالي، وهذا واحد تشالنج كبير، واحد الميساج من لاميشا بالنسبة لسفيان بقالي. نتمنى أن سفيان يدير شي رياكسيون ويحاول حتى هو يحطم هذا الرقم القياسي الخارق للعادة. أول مرة شي عداء يهبط على الحاجز ديال 753، الرقم ديال سيف شاهين اللي دام تقريبا 19 سنة من 2004. سباق واعر، سباق كبير يستحق التحليل. غادي نشوفوا ان شاء الله السباق ديال جيرما، وتشوفوا المستوى الكبير اللي وصل ليه جيرما. طور من مستواه في هذا العام، حطم الرقم ديال 3000 مستوى داخل القاعة، وهو حاليا تيحطم الرقم ديال 3000 موانع خارج القاعة في الهواء الطلق في باريس. الجو في باريس كان احسن من الجو اللي كان في الرباط. كنتكلم على الجو اللي خاض فيه سفيان بقالي السباق ديالو. طبيعه الحال تنهضر على سباق لورد ليد اللي دار فيه بقالي 57. فالرطوبه في مدينه باريس كانت 50%، بينما في مدينه الرباط كانت 70. تم اعتماد ارنبين، كاين كيبسانغ وابو نجاح. فكيبسانغ غيدير واحد الميل الاولى جيده جدا، 2:36. هنا كتلاحظوا ان الريتم غير مناسب بتاتا لجيرما، غيمشي للكولوار الثاني. يعني كيف ما كتشوفوا جيرما كاع ما كيحترم كاع هو الارانب، يعني باغي يزيد في الريتم، تيحاول انه يدفع يبوسي الارنب باش يزيد في الريتم. وعلى فكره فقط فجيرما غيجري في هذا السباق 3000 زائد 3 امتار 3003، لانه جرى شويه في الكولوار الثاني. هنا جيرما سبق الارنب، ما بقاش باغي يمشي معاه، ارنب خرج في حالاته. انتوا لاحظوا معايا ابو نجاح نورمالمون هو ارنب سباق. يعني هنايا راه جيرما راه فات هذا ليليد اللي هما خضر ديال الروكور دي موند اللي هما كان خصو يمشي فيهم ابو نجاح، ما احترمش هو يعني لاليوغ ديال الارنب، اضطر ان الارنب يخرج بحالاته وهو كمل. يعني هنا سابق هو ليليد بواحد جوج ديال الثواني. كنهضروا على بدايه الميل الثانيه، فمن بدايه الميل الثانيه جيرما يعني الروكور دي موند في الجيب سابق. كما قلت لكم سباق واعر، سباق كبير لهذا العداء، يبقى كمرجعيه في العاب القوه. شوفوا التكنيك ديال القفز ديال جيرما، تقنيته رائعه، ما كيتقلش كثير لافيتاس ديالو فاش يقرب للحاجي. وتصور هذا العداء يكون مع ارنب لا يجرو حتى الميل الثانيه. الميل الثانيه 2:35:49 كانت هي اسرع ميل في السباق، دارها جيرما بوحدو ما كانش مع ارنب. كو كان ارنب كان غادي يزيد يربح في الجزئيات، وبالتالي فهاد العداء قادر على انه يدير رقم احسن من هذا الرقم اللي دار اليوم، قادر يدير 57 او 57 ربما، لان الميل الثالثة غتكون في 39، 2:39، الاولى في 2:36، الثانية 2:35، الثالثة 2:39. طبيعة الحال ما كنقولش اجزاء من المئة اللي غيزيدوا شوية في التوقيت. يعني غير ما في الاول سبق الويف لايت لازال فايتهم يعني بواحد جوج ثواني. هنا الدورة الأخيرة، شوفوا هنا في الدورة الأخيرة بشحال فايت تاني عداء، ب 11 ثانية، قول 12 ثانية تقريبا. في 200 متر الأخيرة غيزيد الأكسيليراسيون، زاد فات الويف لايت. هنا جيرما لحظة الأخيرة يصبح هو الجوت ل 3000 موانع، 22 سنة فايت ليه، فاز على سفيان بقالي بطولة العالم في 2019، عداء لا يستهان به. وكذلك سفيان بقالي عداء كبير، فممكن انه ان شاء الله يرفع التحدي هذا ديال الرقم القياسي عالم. الثاني ياباني غيحطم الرقم ديال بلاده، 7:52:11، رقم قياسي خارق للعاده. كان السباق ديال لاميشا جيرما تحطيم الرقم القياسي لهذه المسافه هذه. فجيرما عداء كبير، عداء تيشتغل، فالتحدي ما يكونش سهل بالنسبه لسفيان بقالي، ولكن سفيان بطل كبير. نتمنى له كل التوفيق في السباقات المقبله. كنشكركم كثير على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله.